منوصل لفقرة انتاون، وكمان اليوم رح نحكي عن بعض النشاطات يلي عم بتصير بالمناطق اللبنانية. منتوجه لزوق مكايل ورح نحكي عن مشروع جديد يلي هو مشروع شبابي 100%. بصيرني انه استقبل الاستاذ حبيب عودي. اهلا وسهلا فيك، حضرتك عضو بالبلدية الجديدة، الف مبروك لألكن. ومرافقتك ليا سلاموني وسارة درويش، اهلا فيكم. حضرتكم مشكلين هيك حاليا لجنة شبابية موسيقية بحت، كمان رح منفوت بالتفاصيل. اليوم البلدية عم تشتغل أكثر أو عم بتجرب هيك تكون مركزة شوي على الشباب بالنشاطات، إن كان الفنية أو غيرها أو الاجتماعية. شو دور البلدية بهالموضوع؟ البلدية طول عمرها اشتغلت على 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 مشاريع للشباب. البلدية أسست كذا بروجي من بيناتهم للرياضة، عنا أكبر مجمع رياضي كمان موجه كان للشباب، وعندنا كمان بيت ثقافة يلي تأسس من كذا سنة وكمان هو كان موجه للشباب. بس اليوم في كونسبت جديد عم جرب نخلقه بالبلدية نحن والشباب. قبل كانت البلدية هي تعمل للشباب، كانت تعمل مشاريع وتدعي الشباب عليها. صح، البلدية الجديدة اخذة على عاتقها أنه ما نعمل مشاريع نحن للشباب، الشباب هن يلي بدهم يعملوا المشاريع وهن يلي بدهم ينفذوها وبدهم يدعونا لنا. دونك هيدا الكونسبت الجديد يلي نحن فايتين فيه بالبلديه الجديده بهالنفس الجديد نحن والشباب. يعني اليوم عم بتشاركوا اكثر الشباب انه هن ياخذوا مبادرات، انه هن يكونوا انتربرونور فينا نقول بموضوع له علاقه بانماء البلديه بانماء المنطقه بشكل عام. 100%. سوري، بعد شغله واحده بمشروع البلدية حاطين انه نحن بدنا نأسس مجلس للشباب. بدنا نخلق اطار لهالشباب تيقدروا يكونوا موجودين فيه ويشتغلوا ويساهموا معنا بانماء وحيوية الضيعة الجديدة. هيدا هي ضيعة مدينة، مش ضيعة المدينة. صحيح. منشان هيك سارة يمكن بتقدري تفسري لنا شوي أكثر عن هاللجنة يلي تكونت، عن هالجروب يلي بلش بالعمل حاليا. أكيد، هي بلشت كانت مبادرة شباب ما كان عددهم كثير كبير وقرروا إنه لأول مرة بحبوا يحتفلوا بعيد الموسيقى فيدو لا ميوزيك. نعم. فكمان مش هيك سقبوها بذات وقت مع كل المهرجانات الموسيقيه اللي راح تصير بلبنان خلال ذات الاسبوع. وحبوا انه لاول مره يعملوا مهرجان موسيقي بزو مكايل. يعني هلا على الفيسبوك ايفنت ورح نحكي بعدين عن كيف الناس فيهم يعرفوا عن المشروع، هو راح نسميه ميوزك فيستيفال زو مكايل 2016. كم شخص انتو؟ هي بلشت كم شخص وهلا يمكن صرنا كنا خمسه ولا صرنا 10 وكمان والخير لقدام وكمان في كثير مشاركه من المؤسسات الاجتماعيه والشبابيه بزو مكايل وبالمنطقه. حبوا كمان يساهموا ويساعدونا يعني صار في هيك مثل شبكه صغيره عم تشتغل مع بعضها، ويمكن هيدي شغله كمان حلوه كثير بانه الكل عم بيكونوا عم يتعاونوا كبار وصغار وجميع اللجان انه ينموا منطقه معينه، وهيدي شغله مفيده جدا اكيد. بهالمهرجان او بهالحفل يلي رح بيصير ب 26 حزيران عم بيكون في تواجد لكمان فرق شبابيه، خبرينا شوي عنه. اوكي، اول شيء رح اقول انه البلديه هالسنه عطت الافونتاج للشباب تبعها ودغري تحمسنا. اذا بتلاحظوا انه بشهر واحد يعني صار في الانتخابات ودغري يعني من بعد شهر قسمنا بعضنا وجمعنا وقررنا نعمل الميوزك يعني فاستيفل. وكانه كنتوا عم تشتغلوا بذات الوقت مع عمل او مع الحملات الانتخابيه اللي كانت عم بتصير والانتخابات. وي هلا نحن انا رح فوت شوي ديتيلز اكثر عن كيف رح يكون الايفنت وين رح يكون وايمتى والاوقات وكل شيء. عم نشوف الفلاير على كل حال. اوكي، نحن رح يكون نهار الاحد 26 حزيران من الساعة 7 للساعة 12. اتس اوبن لكل العالم. اتس فري انترنس، فيهم يفوتوا العالم ببلش. ساعة اللي بدهم هن اهلا وسهلا فيهم. رح يكون عندنا شيء كونسبت جديد عبالنا نعمله كنا بالذوق، انه مش نحط ستيج ويغنوا العالم عليه. حبينا نعرف العالم من كل انحاء لبنان على مطرحين عنا بالذوق حلوين، هن البيت الحرفي
وسوء الذوق العتيق. يمكن هن سمعين فيهم بس مش عارفين انه هو الاثارات حلوين عنا بالمنطقه. هلا طبعا سوء الذوق هو معروف اكثر، وهلا عم نشوف صور هالبيت الحرفي الرائع يلي هو بيت تقليدي بيت اللبناني القديم. صح، هو يعني حد البلديه بيصير قريبا تقريبا، والعالم ما راح يضيعوا يعني، راح يكون في فلايرز راح ينعطوا، راح يكون في مثل خريطه صغيره تقدروا يتنقلوا من ستيج لستيج. هلا هنا اللي احنا قاعدين نعمل تو ستيجز، واحد قدام البيت الحرفي، واحد بالسوق العتيق. خلينا نعرف شوي استاذ عودي عن البيت الحرفي بالاساس، شو عمله وقد ايه عم بيكون ناشط حاليا؟ بيت الحرفي تاسس صار له مده طويله. بعد ما انه ناشط مثل ما لازم يكون ناشط. هيدا الكونسيبت. وهلا في عندنا كمان مشروع طموح كمان بالبلديه الجديده كرمال احياء عده بيوت من هالنوع، لانه نحن دغري حد بيت الحرفي في عندنا كمان بيت الشباب والثقافه يلي فيه بيبليوتيك كتير جديدة وحلوة، وهونيك رح يكون تقريبا مركز لقاء الشباب دايما. وعنا كمان تحته مثل أمفيتياتر كمان صغير لآخره، وفي سوق يعني كلهم هدول حد بعضهم، وفي بوجهن المدرج اللي بنعمل عليه المهرجانات ذوق مكيه. يعني بقى. عاده بتكون الافكار موجوده، الاماكن اللوكال ما بيكون موجود. اليوم هون عنا عكس هالموضوع، يعني عنا اللوكال وحرام ما يستثمر. مش هيك نحن الذوق عنده انفراستركتور كثير غنيه. نعم، والاوبجكتيف تبع المجلس الجديد انه نحيي هالانفراستركتور كلها. يعني المجلس الجديد عم بيكمل عمل المجالس القديمة طبعا بطبيعة الحال، وعم يرجع يستثمر هالأماكن يلي خف شوي عملها بآخر فترة. نعم، البيت الحرفي رح بيكون مفتوح؟ لا، هي الفكرة انه قدام بيت الحرفي في ساحة كتير كبيرة، رح ينحط ستيج قدام البيت الحرفي، هو رح يكون الباك جراوند للبانز اللي رح يطلعوا. شو البرنامج؟ اوكي، نحن عنا 14 باند حبوا يشاركونا بالميوزيك فاست، مقسمين لدو 7 ب7، رح يكونوا كل حدا قدام بيت الحرفي وسوق الذوق العتيق. ورح اقول شغله قبل ما نسمي الباند، رح يكون في عنا كمان حد كل الستيج ستاندات، وهول الستاندات حبينا نفوت شباب المنطقه عنا انه يقدروا يستفيدوا من وراء الايفنت اللي عاملينه، يقدروا يبيعوا اكل، يبيعوا مشروب، يقدروا العالم انه يروحوا يشتروا من عندهم، يشجعون مثل كشافه جمعيه. يعني حددتوا الاشخاص بولا، يعني حددتوا الاشخاص يلي رح يقدروا يستفيدوا من وراء هذا الايفنت اللي رح يكون. وهلا حيسموا البنز، البنز اللي رح يكونوا جايين من كل لبنان، مش من ذوق مكيل. وحبينا بس نقول شو الاسامي تيعرفوا الناس تيتحمسوا تيجوا على الايفنت. رح يكون عنا ويتام presents expand featuring كريزجر، ليش NDU modern ensemble، violent peace switch 18، la mineur music ensemble و homesick. هولي رح يكونوا بالبيت الحرفي، وباللوكيشن الثانيه اللي هي تبع سوق بذات الوقت عم بيكونوا مع بعض. بذات الوقت رح يكونوا بهالمكان. صح صحيح. اول اكت رح يكون جنريشن جاب، بعدين The M Sisters، هابي فيسز، اللي صار صعب، اتمبو، باندج، وجورج نامي اند ذا باند. كيف اخترتوا هالباندز؟ على اي اساس تم اختيار الفرق المشاركه؟ نحن بالاكيب اللي عملنا اول مره تقريبا كل حدا منا عنده معارف وبروح بيحضر هو كونسرتس، فصرنا نكب نقول على الفيسبوك عالم اللي بدقوا عندهم تالنت عبالهم يفرجوه. دغري العالم دغري تجاوبوا معنا وتحمسوا، وقدم يمكن فوق ال 25 باند، بس نقى من بيناتهم 14 باند. واو، حلو. فتنا على اليوتيوب بكل صراحه ونقينا، شفنا البرفورمنس اللي عن جد حلوين، انه يطلعوا هن ويفرجوا التالنت تبعهم، خاصه انه سلا فدوا للميوزيك. يعني صار عندكم صفحه؟ صار عندنا صفحه على الفيسبوك، كمان ميوزيك فيستيفال ذوق مكيل. يعني اذا الواحد بده يعملها تايبنج يكون هيدا، لانه في غير مهرجانات رح تصير بعدين تما يصير في لغط. اكزاكتلي. وتعنا كمان الايفنت حطيناه على فيسبوك، وكمان فيهم يشوفوا اللاين اب على البيج مع الاوقات. رح يبلش اول اكت على 7:15، يعني الناس يوصلوا قبل تأنه يقدروا يحضروه اكيد ويلاقوا محل يصفوا. كيف منظم الامور اللوجستيه استاذ عودي؟ يعني كباركينج، ك
كله مأخوذ بعين الاعتبار. أكيد أكيد, أكيد. نحن عنا خبرة صار بهالمواضيع لأنه مننظم كذا فيستيفال. كم شخص ممكن يجي اليوم على هالمهرجان؟ هيدا أول مرة نحن عم نعمل, عم نشجع على هيدا الإيفنت لأنه مش نحن عم نعمله. ما بنعرف بس قديش هن لازم يقولون قديش التوقعات. نحن عن جد بننبسط أنه كل أول شيء أنه صار في عنا عدد لايكس عالي أول شيء على الفيسبوك بيج. الإيفنت مبارح عملنا له شير على البيج عنا, صار في عالم حاطين going بس انه ما بنعرف قد ايه, وبنتمنى يكون في عدد كبير من العالم لانه خاصه انه جاي بنز من كل لبنان, سو كل جمهور كل بنت راح يكون موجود بالمبدا. نعم, وانا وسهلا اكيد بنذكر انه راح بيكون هالايفنت مجاني. ممكن اكيد يلاقوا رقم التليفون موجود على صفحتكم على فيسبوك ويتواصلوا معكم. هل في حجوزات ممكن تصير على الباب؟ لا. او الافضل انه ينحجز قبل بوقت. ما في ريزرفيشن ولا شيء, اتس فور فري, اللي بيجي بيتفضل. يعني بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه, ان شاء الله بتكمل هالنشاطات وبيكون هالايفنت ناجح. رح بتتابعوا بهالمواضيع هاي ان شاء الله؟ مجبورين يتابعوا بهالمواضيع. هلا نحن بلشنا بتو ستيجز لانه نقينا محلين حلوين, بس نحن بعد عنا محلات احلى بالذوق. الذوق كله حلو على كل حال. 10 ستيجز واكثر كمان. وين ما اخترتوا محل بذوق رح بيكون حلو على الاكيد. انا بدي اشكر وجودكم معنا الاستاذ حبيب عودي, اهلا وسهلا فيك, وهالتشجيع الحلو والايجابي يعني فعلا. اهلا وسهلا فيك ليا سلاموني وساره درويش, يعطيكم الف عافيه. Thank you so much. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع مع فقره تارو.